عبر الهاتف هذه المرة من بيروت أيضا ينضم إلينا الأستاذ فادي سعد، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. أستاذ فادي، أهلا وسهلا بك. كيف تنظرون إلى هذا التكليف بتشكيل الحكومة من قبل زعيم تياركم تيار المستقبل السيد سعد الحريري في ضوء كل المعطيات التي سبقت هذا التكليف؟ أعتقد أن يعني تكليف الرئيس سعد الحريري اليوم بتشكيل حكومة القرار في لبنان هي الفرصة الأخيرة بلورة حكومة من المحتفظين تقوم بالإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية التي نتخبط بها منذ أكثر من عام. كلنا نعلم بأن يعني فريق الفرقاء السياسيين في لبنان يعني جربوا كل شيء. جربوا حكومة من دولة واحد فشلوا، جربوا حكومة من طائفي محترم لكنه فشل في تأليف حكومة الاقتصاديين. اليوم هناك فرصة أخيرة ليقوم سعد الحريري بتشكيل حكومة من الاختصاصيين اللاحقين اللي يعمل الإصلاحات المطلوبة والخروج من عنق الزجاجة الذي يتواجد به الآن. في ضوء كل التجارب السابقة، هل يبدو تشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين غير حزبيين أمرا واقعيا أستاذ فادي؟ هو أمر مفروض وليس واقعي فقط. لا حل في لبنان إلا بتشكيل حكومة انقاذية من المستقبل الآن. إذا نريد أن نتكلم عن الواقع أو عن يعني نتكلم عن المأمول به في لبنان، هو هذا الحل الوحيد الموجود الآن. الحل الآخر هو الانهيار التام والدخول يعني بأسوأ حقبة عملية اقتصادية نقدية في البلاد. لا يوجد حل في لبنان بتشكيل حكومة سياسية على شكل الحكومات السياسية السابقة التي كانت يعني سياسها الأساسية المخصصة والمناكفات السياسية. لكن هناك من يطرح على تيار المستقبل سيد فادي، نعم هناك من يطرح على تيار المستقبل أنتم تريدون حكومة من الاختصاصيين من التكنوقراط غير الحزبيين، بينما مفاوضات ومشاورات تشكيل الحكومة أتت عبر مسار سياسي، ورئيس الحكومة هو قطب سياسي مهم زعيم التيار المستقبل وأحد أقطاب التيار السني السياسي في لبنان. أليس في ذلك تناقض كما يقول بعض منتقديكم؟ لا 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 لا، التناقض لا يوجد. تشكيل الحكومة وزراء المستقبل لا يتعلق برئيسها هو جزء من المنظومة السياسية في لبنان المتعلقة بالرؤساء الثلاث. الرؤساء الثلاث هم رؤساء حقيقيين، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الحر، رئيس مجلس النيابي هو رئيس حركة أبل، وبالتالي لا يمكن أن يكون رئيس الحكومة شخص غير سياسي بالمعنى التوازن بين السلطات الثلاث في لبنان. وبالتالي إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد، حتى إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد، فرئيس الحكومة هو رئيس حكومة سابق، وبالتالي متخصص في عمل الحكومات. يعني إذا كنا بنقيم الأمور على أساس متخصص أما في الدستور القانوني والمفهوم الوطني والسياسي، فيجب أن يكون صاحب أكثر خبرة نيابية والمفسر الأول لطائفة وهو كذلك. نعم. سيد فادي، استقالتان سابقتان لرئيس الحكومة، إحدى هاتين الاستقالتين عدل عنها، ثم استقالة كانت على خلفية المظاهرات التي اندلعت في لبنان العام الماضي. كيف يمكن تحصين الرئيس سعد الحريري إذا كان ذلك الوصف ممكنا من استقالة ثالثة إذا ما وقعت لا قدر الله فإنها قد تكون مختلفة عن سابقتيها؟ أنا أرى أن تحصين سعد الحريري يكون الحس الوطني الذي يجب ان يتجلى في جميع القوى السياسيه في لبنان. هناك مصلحه وطنيه عليا تقتضي منا جميعا النظر لمصلحه هذه البلد وشعبه الطيب، وبالتالي يجب ان نبتعد قدر الامكان عن انانيتنا السياسيه، عن مصالحنا الذاتيه ومصالحنا الضعيفه. هناك مصلحه عامه، هناك مستقبل البلد كامل على مهب الريح. إذا كنا نريد إفشال سعد الحريري للنكايات السياسية فسيفشل لبنان وسيغرق لبنان في يعني انهيار اقتصادي لا مثيل له. هذه النكايات أو المكايدات السياسية التي تحذر منها وترى إبعادها ضرورة، هل توجه إلى بين قوسين يعني الفرقاء التاريخيين لتيار المستقبل، ولا تتحدث عن بعض الحلفاء الذين تخلوا عن الرئيس سعد الحريري أو على الأقل في تلك المرحلة أعلنوا عدم تسميته رئيسا للحكومة؟ لم يتخلى اي حلف او حليف عن تيار المستقبل عن تيار الشعب، حتى القوات اللبنانيه لم تتخلى عن تيار المستقبل، ولكن هي لديها مخاوف من الحكومه المقبله، وحق من
بها تقول انا اريد ان احكم على النتائج لا على النيات. وهي شاركت اليوم بالانتصارات ولم تكن الرئيس سعد الحريري، ولكنها اذا يعني اكيد اذا تم تشكيل حكومه وفق المعايير التي يقود عنها الرئيس الحريري ستكون قوات لبنانيه من اوائل التوتال التي ستعطي لحكومه الرئيس سعد الحريري. وبالتالي هناك تباين بين الحلفاء الان، وما زلنا على تواصل دائم مع القوات اللبنانيه وغيرها من القوى الحليفه معنا التاريخيه. ونحن لا نقصد هذه القوى، لكن نقصد القوى التي تريد الهيمنه على لبنان او تريد تقويض قدره لبنان على الخروج من الازمه الاقتصاديه. سنرى افعال هذه القوى جميعا في مرحله لبنان، ستكون سهله جدا لتشكيل قوى اقتصاديين لانهم يريدون هذا الشكل من الخدمات ونحن نريده. الإشارات التي تلقفها السيد سعد الحريري من قبل الرئيس ميشيل عون أو من قبل من تحدث إليهم في الساحة الداخلية اللبنانية تقول بأن الأمور ستكون ممهدة للوصول إلى تشكيلة الحكومية من التكنوقراط أو الاختصاصيين، والحديث مستمر حول حصة رئيس الجمهورية مثلا السيد ميشيل عون في الحقائب الوزارية، حصص تيارات سياسية أخرى يتعين إرضاؤها قبل تقديم التشكيلة. لا يوجد حصص لأي تيارات. هذه ضمانة حصل عليها السيد سعد الحريري؟ لا، هذا ما يريده سعد الحريري. لن يدخل سعد الحريري بمزارات الحصص القابلة والأحزاب. كان هذا طرحا أو شرطا مفترضا إذا جاز التعبير من قبل السيد سعد الحريري على الرئيس عون، ولا لم يتم التطرق لنقطة كهذه؟ لأنك تقول هي شرط أساسي لتشكيلة حكومة الرئيس الحريري. لم يجد تفاوض على شكل الحكومه قبل التكليف. هذه مخالفه دستوريه لن يكون فيها رئيس سعد الحريري. لن نقوم بالتفاوض على شكل الحكومه وعددها واسمائها قبل التكليف. الان هناك نقاش حقيقي سوف يكون، ولنرى الايام المقبله كيف ستتجه بالنحو الايجابي ام لا. سيد فادي، يقولون دوما ان اي توافق يحصل في لبنان مرحليا او كان طويلا الاجل هو بالضروره يتم وليد جمله من التفاهمات الاقليميه والدوليه. الرئيس الحريري معلوم عنه تماما قربه من فرنسا وقربه من دول عربيه عده، او ربما الجانب الاكبر من الدول العربيه. هل قبل ان يبلور موقفه وتصوره لرئاسه هذه الحكومه كان قد اتم تفاهمات اتصالات معينه مثلا مع بعض الدول الغربيه والعربيه؟ يعني اولا هناك مبادره فرنسيه والرئيس الحريري يقوم ب يعني العمل من خلالها او العمل بموجبها، وهناك تواصل مع جميع الدول العربيه الشقيقه والصديقه التي تحب لبنان والتي نحن نحبها ونحترم رايها ونتواصل معها، ونتمنى ان تؤدي هذه الاتصالات الى دعم دولي كبير عند تشكيل هذه الحكومه. أشكرك شكرا جزيلا السيد فادي سعد، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، منضما إلينا عبر الهاتف. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان له مؤتمر صحفي عند 1:05 تقريبا بالتوقيت المحلي للقاهرة، تحدث فيه في قصر بعبدة عن خططه أو تصوراته لتشكيل حكومة بعدما كلف من قبل رئيس الجمهورية ميشيل عون صباح هذا اليوم بتشكيل حكومة لبنانية جديدة.